للحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا الصحفي خالد الحمصي، عضو في حملة الشتاء. يسعد صباحك خالد. يسعد صباحكم يا ميت، مرحبا فيكم، أهلا وسهلا. خالد، بداية لو تحكينا عن فكرة إطلاق هي الحملة. يعني صراحة مخيمات النازحين أو مناطق ريف حلب الشمالي بوجه التحديد يعني بتغص بكثير من الأعداد لمخيمات عشوائية منتشرة سواء على حيط الأراضي الزراعية وحتى على سفوح الجبال، وبالأخص الأماكن اللي تحدثنا عنها أو بلشت منها الحملة هي مدينة عفرين. في بريف عفرين يعني منحدرات جبلية للأسف، حتى بهي المنحدرات اللي هي تعتبر مناطق وعرة يعني، مع ذلك يعني متواجد فيها هي المخيمات العشوائية. طبعا نحن اجت فكرة اطلاق الحملة من خلال شبكة العلاقات والتواصل بالنسبة لنا كصحفيين واعلاميين مع سواء المنظمات الانسانية او حتى الجهات الرسمية المتواجدة بالمنطقة، حتى يعني بعض اشخاص اهل الخير اللي ممكن يثقوا في اعمالنا، ممكن نعيد يعني صراحة بناء الثقة اللي انفقدت بسبب استغلال مواضيع الحالات الإنسانية لمآرب ثانية. قررنا نحن يعني بعد رصد كثير من الحالات وبعد تواصل العديد من الأهالي معنا مشان تسليط الضوء عليهم سواء أو حتى الحديث عن وضعهم أو حتى المطالبة في حقوقهم الإنسانية من طبابي ومساعدات عينية أو إنسانية. من هذا المنطلق كان في عندنا فكرة نحن وبعض الزملاء المتواجدين في ريف حلب الشمالي انه نبلش نحن في حملة ممكن نخوض فيها تجربة نقل المعاناة، نرصد هاي الحالات ونقوم بدورنا بالتواصل مع المنظمات لتخديم هاي الحالات وتلبية مستلزماتها. صراحة بداية كانت الفكرة شوي صعبة بالنسبة لنا كونه انه موضوع الإنساني دائما هو المسيطر على العواطف بشكل عام على السوشيال ميديا، وقد يكون عرضة للاستغلال بأي وقت وبأي لحظة وأي زمن. فلذلك نحن آثرنا على نفسنا العمل والجهد وقمنا فعليا بتوثيق أولا 5 حالات يعني كمرحلة أولى، وصلنا من خلال معارفنا وأصدقائنا وعلاقاتنا طبعا اللي نحن بنتمتع أو نمتلكها من خلال سواء صفحاتنا مع بعض المنظمات الإنسانية، فوجدنا أنه في استجابة، في قبول لمساعدة هاي الحالات وفعليا تم تخديم هاي الحالات. فهون صافي عندنا تشجيع أكثر لحتى نستمر في العمل ونطور الإمكانيات لمرحلة أكثر يعني، ويصير في عندنا قدرة أكثر للتواصل والمتابعة مع كافة الحالات اللي ممكن نحن تصل لنا عن طريق سواء الخاص أو حتى عن طريق أي شخص ممكن يدلنا عليها. فهون بدأت الحملة في منطقة عفرين، وثقنا يعني ببداية السنة طبعا من عام 2023 بلشت هاي الحملة، وثقنا لحد هاي اللحظة أكثر من 100 حالة ورصدناهم طبعا، حسنا للحظة نخدم أكثر من نصفهم طبعا سواء بتقديم خدمات عينية لهم أو حتى مستلزمات طبية، يعني حتى في بعض الحالات كان ينزلنا أطراف صناعية سواء أو حتى مواد لوجستية للخيام اللي هن ساكنين فيها. طبعا الظروف الصعبة يعني هي كانت سبب لازدياد هاي المعاناة. وفي أيضا نقطة مهمة في ريف حلب الشمالي، الدعم المقدم للمنظمات الإنسانية غير كافي بالنسبة للوضع الإنساني الذي يعصف في المنطقة صراحة. طيب على خلاف مناطق ريف إدلب وإدلب بشكل عام، لكن ايضا هذا لا يسقط ايضا الحاله الانسانيه في منطقه ادلب. نحن ايضا يعني لدينا اشخاص هناك ايضا قاموا بتوثيق عده حالات واوصلناها لبعض الزملاء المتواجدين هناك في المنطقه. يعني نحن هاي التجربه ارسي كريمه عم نخوضها مشان نشجع باقي الصحفيين والناشطين لحتى يعني يشتغلوا من منطلق الانسانيه والمنطلق المهني للعمل الصحفي لايصال هاي الرساله وهذا الصوت وايصال وجع والام الناس لكل من يلبي حاجتهم. نعم خالد، اكيد بتواجهوا صعوبات عديده للوصول لهي الحالات وتوثيقها، شو هي هي الصعوبات اللي انتم عم تواجهوها؟ يعني صراحة بداية الإمكانيات اللوجستية اللي متوفرة بين إيدينا هي أحد العوائق أو أحد السبب الرئيسي للعوائق، لكن أيضا في العائق الأماكن اللي منتشرة فيها المخيمات العشوائية مثل ما ذكرت في بداية الكلام. صراحة يعني هاي العوائل اللي منتشرة بهاي الأماكن عم يكون في صعوبة أولا للوصول إليها،
عم يكون ايضا في صعوبه بالاستدلال على عناوينهم او اماكن تواجدهم نتيجه الانتشار الكبير والواسع لهي الحالات. يعني هي الحالات الصعبه او الوضع الصعب الاكثر اللي واجهنا لغايه هذه اللحظه، ما حصل معنا اي اشكالات ثانيه. يعني ربما يكون يعني في المستقبل كما يعني حصل بالفتره الاخيره تنسيق مع قوات او منظمه الدفاع المدني السوري لمساعدتنا حتى في الوصول لبعض المخيمات في حال كان الجو غير مناسب او كان الوضع الطقس ايضا سيء. يعني كل هاي العوائق للحظه لم تحصل معنا بشكل مباشر، لكن عم نحاول قدر المستطاع نحط خطط لبعض الحلول سواء عن طريق منظمه الدفاع المدني او حتى عن طريق منظمات انسانيه او حتى ايضا عن طريق القوات المسيطرة على المنطقة. يعني لغاية اللحظة يعني ما حصل معنا أكثر من هيك معوقات. نتأمل إن شاء الله يكون في مساهمة ومساعدة من باقي المنظمات أيضا لهذه الحالات. نحن كان في عنا يعني سبب أنه المنظمات الإنسانية ما قامت سابقا بالتواصل مع الصحفيين والإعلاميين أيضا لنقل الرسالة والصوت للوضع الإنساني والمعيشي. يقولوا إنه هاي طيب خالد، والمفروض يعني الصحفيين والإعلاميين هن يلي يعني يتواصلوا مع هاي المنظمات. بالضبط بالضبط سيدتي الكريمة، يعني نحن كنا نقول إنه المنظمة هي مسؤولة عن توثيق الحالات، مسؤولة عن رصد هاي الحالات، ومسؤولة أيضا عن إيصالها لكل الجهات المعنية بخدمتها. لكن نحن كصحفيين كان واجب علينا نتحدث عن هاي الحالات، كونه إنه الصحافة والإعلام يعني هي رسالة إنسانية أولا، وبالأخص في الوضع الصعب والسيء اللي عم يعني يمر في المنطقة شمال سوريا عامة وشمال حلب بوجه الخصوص كما تحدثت لك. لكن احنا المنطلق الإنساني والمهني حتم علينا أن ننقل هاي الرسالة لحتى نقدر نعيد الثقة اللي انفقدت عند كثير من الأشخاص من أهل الخير ومساعدة الحالات الإنسانية. طيب خالد، أكيد في حالات من الحالات اللي أنتوا وصلتوا لها طبية، كيف قدرتوا يعني تتواصلوا مع حدا طبي أو كيف نقلتوا هاي الحالات؟ صراحة الحالات الطبية هي موضوع حساس جدا بالنسبة للحالات الإنسانية، على خلاف موضوع يعني الحالة الإنسانية اللي بتكون محتاجة مستلزمات خدمية ثانية. الحالات الطبية صراحة نحن عن طريق المستشفيات سواء أو حتى المراكز الطبية المتواجدة داخل سوريا أو حتى في تركيا أيضا عن طريق زملائنا وأصدقائنا والمعارف والوسط المحيط حوالينا قدرنا أيضا نخدم العديد من هذه الحالات الإنسانية. حتى في مركز يعني يوم أمس تواصلنا معه ونسقنا على إدخال أو مساعدة حالات مرضى السرطان في إدخالهم إلى تركيا عن طريق طبعا اسم الحملة أو حتى عن طريق الحملة ذاتها في حال طبعا كانت الحالة مستحقة للدخول. نحن عم نساعد قدر المستطاع بالضغط الإعلامي على كافة الجهات اللي قادرة أن فعلا تخدم وتساعد أي حالة طبية مستعصية. ذكرت لحضرتك أيضا أنه نحن في حالات كانت بحاجة لتركيب أطراف صناعية، في حالات كانت بحاجة إلى سماعات أذنية على سبيل المثال، في حالات كانت بحاجة لعلاج فيزيائي أيضا. كل هذه الحالات نحن عن طريق شبكة التواصل اللي محيطة فينا أو عن طريق شبكة العلاقات اللي نحن بنمتلكها استطعنا فعليا أنه نخدمها. لحد هذه اللحظة ما في حالة وصلت لأن رصدناها ووثقناها وما حسنا نخدمها. يعني حاطين أيضا خيارات ممكن نحن نعجز في نقطة أنا بدي أتحدث فيها عن الحملة المميز فيها. طبعا المميز في هذه الحملة أنه نحن أساسا عم نوثق ونرصد الحالات فقط للمنظمات الإنسانية والجهات اللي ممكن تخدمها، على خلاف باقي الحملات السابقة اللي هي بتوثق الحالات وبتنشرها وبتستنجد فيها عواطف الناس وبتستنجد فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الضمائر الحية لمساعدتها. نحن قررنا أنه نتخطى هذه المرحلة مبدئيا ونرصد الحالة ونصورها ونوثقها فقط للمنظمات الإنسانية حتى يكونوا على اطلاع فقط بشكل خاص عليها نظرا لوجود حالات طبعا. طيب خالد، هل هناك إحصائية لحالات يعني طبية أنتوا وصلتوها؟ عفوا ما سمعت السؤال. هل هناك إحصائية للحالات الطبية؟ يعني صراحة نحن لحد هاي اللحظة وصلنا أكثر من 25 حالة بحاجة مستلزمات طبية سواء أو حتى معالجة أو حتى أدوية.
طبعا في حالات منها كثير صعبه، يعني على سبيل المثال في طفل عنده نقص نمو وكلس، فهو بحاجه لمبلغ كثير كبير بشكل شهري لتلبيه مثلا الدواء اللي لازم. في منظمات طبعا ساهمت في بضع او جزء من هي المستلزمات، وفي منظمات ايضا اخذت انه ممكن نتابع نحن فيما بعد يعني تامين بعض الحاجيات والمستلزمات لهي الطفل. بالنسبه للحالات مثل ما ذكرت لك، نحن للحظه كل الحالات اللي وصلتنا تم تامينها وتخديمها لو بنسبه 50 ل 60%، ما راح نقول بشكل كامل، لكن نحن مستمرين بالمتابعه مع هاي الحالات. تمام، الله يعطيكم العافيه يا رب ويقويكم. من الحالات اللي هي بحاجة لمساعدات إنسانية صراحة. الله يعطيكم العافية يا رب خالد. كل مين شارك بهي الحملة وكل مين استجاب، عرفنا أنه بنتك مريضة الحمد لله على سلامتها وعليها ألف عافية يا رب. شكرا لكم، شكرا لكم، تحياتي لكم، شكرا. يسعد صباحك مرة تانية وأهلا وسهلا فيك.